علم محرر الأهرام الكندي خبر مفاده وفاة والدة رانيا فوزي بولس بعد إصابتها بجلطة أثناء أزمة الطفل شنودة. دخلت على إسرها العناية المركزة وظلت بداخلها طيلة الفترة الماضية. برحلت يوم الثلاثاء 4 أبريل 2023، الله يرحمها. الجدير بالذكر أن السيدة رانيا فوزي بولس هي السيدة التي اتهمت بأنها الأم الحقيقية للطفل شنودة، وظهرت في لقاء تليفوني مع الدكتورة منى رومان وقالت إن هي هتعمل الدي إن إيه، وفعلا راحت تعمل الدي إن إيه وظهرت النتيجة سلبية، بما معناه إن هي مش الأم الحقيقية لشنودة، ولكن للأسف كانت والدتها هي الضحية في الموضوع ده هوت، لأنها أول ما سمعت الاتهام إن هي أم شنودة جالها جلطة ودخلت المستشفى وتوفيت يوم الثلاثاء ربنا يرحمها. كشفت وثيقة أصدرها الأنبا مارتي روس أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة والنائب الباباوي والمشرف العام على كنيسة العذراء بمدينة النور بالزاوية الحمراء بالقاهرة شيئا جديدا آخر، حيث نصت الوثيقة على أن الصغير شنودة وجد منذ 4 أعوام تقريبا حينما كان رضيعا بحمام كنيسة السيدة العذراء بمدينة النور بالزاوية الحمراء بالقاهرة من أب وأم مجهولي النسب، وسلمه كاهن الكنيسة إلى أمال إبراهيم ميخائيل وزوجها فاروق. وأضافت أن الأنبا مارتي روس أسقف عام شرق السكة الحديد والتي تتبع هذه الكنيسة إيبارشيتها تأكد من صحة هذه الواقعة، موضحة أن الذي وضع هذا الطفل الرضيع سيدة مسيحية ولا يعرف اسمها، حتى أن كاهن الكنيسة الأب الكاهن أنطونيوس الذي سلم الطفل ليه على فاروق وأمال توفي قبل فترة. كما شددت الوثيقة على أن الكنيسة أوفدت حينها إلى النيابة العامة مسؤولا من عندها للشهادة بتلك الواقعة. ووجهت هذه الوثيقة من الأنبا مارتي روس إلى رئيس محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولى بشأن قرار المحكمة الصادر بتاريخ 17 ديسمبر 2022. أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا أنها أخرجت للعلن بعد حكم محكمة القضاء الإداري بعدم اختصاصها بنظر الدعوى القضية من أسرة مسيحية تطالب بوقف قرار تغيير ديانة الطفل شنودة للإسلام وإعادته إليهم بصفتهم من ربوه. وأعلن نجيب جبرائيل محامي أسرة شنودة في فيديو بث مباشر مع الكاتب الصحفي نادر شكري أنه تم استدعاء من قبل المحامي العام وطلب حضور السيدة آمال وزوجة فاروق والدي الطفل شنودة بالتبني لأخذ أقوالهما في إجراءات جديدة. وأعلن المستشار نجيب جبرائيل أن نتيجة تحليل الدي إن إيه للسيدة رانيا فوزي جاءت سلبية وليست هي أم الطفل شنودة كما زعمت إحدى أقربائها، وكما أعلن السيد المستشار المحامي العام. كان سؤال ورد إلى مركز الأزهر العالمي للفتوى للاستفسار عن ديانة الطفل الذي عُثر عليه داخل إحدى الكنائس، وأوضحت لجنة الفتاوى الإلكترونية بالمركز رأيها الشرعي في تلك المسألة. في بيان فتوى أوضحت لجنة الفتاوى الإلكترونية أن هذه المسألة ذهب فيها العلماء إلى آراء متعددة، والذي يميل إليه الأزهر من بين هذه الآراء هو ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده. وأشارت اللجنة إلى أن هذا ما نص عليه السادة
الحنفية في كتبهم، مكتوب كده: وإن وجد في قرية من قرى أهل الذمة أو في بيعة أو كنيسة كان ذميا. وهذا الجواب فيما إذا كان الواجد ذميا. رواية واحدة في الهداية في شرح بداية المبتدأ 2/415. كتب المستشار أحمد عبد ماهر، كتب فيه: أتحدى كل دول العرب إصدار قانون برجم الزوجة الزانية بقانون، فلماذا نلزم قانونا الزوج المخدوع بتربية ونفقات أبناء الزنا وأن يرثوه؟ هنعرف إيه سبب الموضوع ده دلوقتي. كتب المستشار أحمد عبد ماهر على صفحته على الفيسبوك البوست ده هو: سؤال لكل أزهري، كيف تقولون بحرمة التبني بينما أنتم تأمرون زوج المرأة التي ثبت زناها وأنها أنجبت من الزنا أن يتسمى أولاد الزنا باسم الزوج المخدوع وتلزمونه بتربيتهم والإنفاق عليهم؟ أليس هذا تبني إجباري؟ بل أنهم في هذه الحالة يرثون قانونا ذلك الزوج المخدوع حال وفاته. وهنشوف برضو الدكتور خالد منتصر قال ايه عن الموضوع ده اهو، وايه اللي خلاهم يفتحوا الموضوع ده اهو اصلا، وايه الحالة اللي ثبت فيها الزنا وتم نسب الاولاد للاب المخدوع رغم ان الاولاد مش من صلبه. كتب الدكتور خالد منتصر السبت اول ابريل 2023 البوست ده هو، كتب فيه: لو في اطفال مش اولادك بالدي ان ايه هم عيالك برغم انفك. ليه طيب؟ لان الشرع بيقول الولد للفراش وما نقدرش نخالف الشرع، بس التبني حرام لانه اختلاط انساب. وحط بعض الروابط، منها الرابط ده بيقول: أصدرت محكمة كفر شكر الجزئية حكما فريدا من نوعه برفض دعوى نفي نسب الصغير رغم تأكد الأب من نسب الصغير من خلال إجراء البصمة الوراثية دي ان ايه، إلا أن المحكمة رفضت الدعوى مستندة إلى مبدأ أن نفي النسب لا يكون بالإحالة للطب الشرعي ولكن باللعان فقط. يعني ده بيلعن دي ودي بتلعن ده، والمفروض الزوجة تشهد 4 شهادات بالله انه بيكذب وبيدعي عليها، والخمسة الشهادة الخامسة يعني ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين. فالمحكمة تاخد بكده وما تاخدش بكلامه ان هو بيتهمها بالزنا. وقد اثارت قضية الزوجة التي قامت بخيانة زوجها لمدة 11 سنة وأنجبت 3 أبناء من عاشقها ردود أفعال واسعة بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع إنكار الزوج لنسب أبنائه الثلاثة منها بموجب تحليل البصمة الوراثية الدي إن إيه، مؤكدا أنهم ليسوا من صلبه وأن زوجته التي تحمل اسمه وشرفه تخونه منذ الشهر الأول للجواز، وذلك أثناء عمله بشرم الشيخ ثم سفره إلى دولة خليجية للعمل بها لتحسين ظروف معيشتهم. وتقدم الزوج للمحكمة بالعديد من التسجيلات التي تمت بين زوجته وعشقها التي زودته بها زوجة العشيق، ثم شهادة الشهود والعديد من القرائن الأخرى مصحوبة بالإضافة إلى تحليل البصمة الوراثية. فأصدرت المحكمة حكمها بالحبس 3 سنوات لكل من الزوجة والعشيق. ولكن المأساة عندما تقدم الزوج
لمحكمة الأسرة بقضية إنقاذ نسب أولاده الثلاثة من زوجته، مؤيدا بتحليل البصمة الوراثية DNA. المفاجأة بقى إن المحكمة رفضت اعتماد البصمة الوراثية، ورفضت القضية بناء على الحديث النبوي الوارد في الصحيحين: الولد للفراش وللعاهر الحجر. لأن المحاكم الشرعية المصرية لا تزال تعمل بقانون نسب الأولاد بالشبه أو نسب أولاد الزنا للزوج، ورفضوا ترك الحديث وأصروا على نسب الأطفال بالشبه، وإلا سيكونوا مرتدين لإنقاذهم حديث نبوي. وقد سبق لمحكمة النقض المصرية في الطعن رقم 958 لسنة 74 قضية في العام أن قالت: القاعدة المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من الأصول المقررة في الشريعة الإسلامية أن النسب يثبت بالفراش، وإذا نفاه الزوج فلا ينتفي إلا بشرطين: أولهما أن يكون نفيه وقت الولادة، ثانيهما أن يلاعن امرأته، فإذا تم اللعان بينهما مستوفيا لشروطه فرق القاضي بينهما ونفى الولد عن أبيه وألحقه بأمه. الغريب أن حكم محكمة النقض صدر في العام 2008 في وقت أصبحت البصمة الوراثية معترفا بها علميا، ولكنه الخوف من إنكار معلوم من الدين بالضرورة. ورغم أن بعض رجال الدين وقتها قالوا أن هذا الحديث كانت له ظروفه في زمن لم يتقدم فيه العلم إلى الإثبات بالبصمة الوراثية، ومنهم الشيخ سيد زايد عضو لجنة الفتوى في الأزهر بين 3 أطفال من عمر 5 أعوام إلى عمر 11 سنة وملزم بتربيتهم والإنفاق عليهم وهو يعلم علم اليقين أنهم ليسوا أبنائه، ولو كان تبناهم من أحد الملاجئ لكان ذلك أفضل كثيرا، لأن التبني كان سيكون باختياره الحر. فما هو شعوره وما هي الأفكار التي يتصارع معها بين ما ذنب هؤلاء الأطفال وما ذنبه ليربي أبناء ليسوا من صلبه ويلزمه القانون بالإنفاق عليهم، ووجودهم معه سيذكره دائما بخيانة أمهم له؟ انتوا ايه رأيكم؟ شاركونا في التعليقات. طبعا البوست بتاع دكتور خالد منتصر ده طبعا بسبب برضو شنودة اللي مرفوض ان هو والديه يتبنوه.